عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ابو بكر رجل بلدي ويحب الخبائث وهو لابس بنطلون وكرافتين تعرف هو لباسه هذا يلبس ذاته في مجالس الحقائق حتى يطلع البيوت ويستجد باذن الله وعند الله الحقائق كلهم الحيوان يحبونهم يقولون تبقي على أفوكات على أفوكات هذا المحامي أفوكات وهي على أفوكات يقول هذه كردسان يتكلم يتقن المرافعة هو بعد ما رجعنا الحج ما يقالوا لقى مع الحبيب حب صالح فيه وقام رحمه بس ما قال معنا كذا ورجاء كتب فسيدة لحمل الدروس وهذا مباكر فصار إن الدروس رد عليه هذا رد الحي بعيد دروس من العطوكة أكان قول مكسي بنور نور من قلب صافي مصفى ما دخله القبور قبور مباكر محبوب والمحبوب قد ما بايبور يبور عند السلف كلهم لحية ولي القبور وهو يحب السلف أهل صدور الصدور ليقبناه في المعالي عاليات القصور وفي علوم الشريعة والمعاني وحور عسى بهم يبلغ المقصود يلقى الخيور يا ربي بلغ أبا بكر الهنا والحبور يعبر زمانه في سلا في سرور مقبول مقبول عند أهل المنصبة والظهور لصاحب الوقت صالح الشريف الوقور ذي كرم ذي بالكرم مطبخه دائم طصوصه تفور يعب عسى بجاهه بحمله الأفوكة يثور يبلغ مقاصيده العظمى لجده يزور وأرض العرب كلها في بحرها والبحور
على أماكن شريفة للضيافة يدور الله يكرمون الأفق تبدوهم بالخضور دا يوم عنده قبل وللعروبة غيور يا ليتني سعت مرة في المجالس حضور با يتسع الأمر با تصلح جميع الأمور وإن حد بحث في السياسة با ندير الفجور بين العرب واليهود المعركة با تزور كله توقع فعاد أهلك البيت يبور وشياب وشياب تتحرش بحسب النصور لا تحلم الدولة لا دولة للطيور عليك والله رجال المعركة با تثور وأن قريب تواريكم بها في القبور وأمريكا هليت وأمريكا هليت وأمريكا هليت تساعدكم بعد في شرور في حرب فتنة جونسون جونسون قوة با تثور وهذا الذي حصل؟ حصل يوم متابع في السياسة اليهود الفجور يعاند الحق والحق ينتصر على الكفور وألف صلاة على المختار بدر البدور والغار والصمد في وقت المساء والذكور اللهم صل وسلم أنا ونبع ديوان تجهزونه الآن للطباعة.